في هذا الانطلاق. انطلق الشوط الثامن، انطلق الشوط الثامن ليحمل الجعدان الحقائق ويحمل الآمال الكبيرة والجميلة في أرضية هذا الميدان. تتواصل الانطلاقات، يتواصل اللقاء بحضراتكم. انطلق الشوط بهذه المجموعة الكبيرة، بهذه الانطلاقات الكبيرة والرائعة. نسير مباشرة، نسير مع المراكز الأولى مع هذا الانطلاق الجميل. مشاهدينا متابعين الكرام، يسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين شمردل، شمردل أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي يسيطر على المقدمة، بينما يأتي في المركز الثاني وسيم يأتي في المركز الثاني، ونايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز. ويأتينا هنا ينطلق في هذه اللحظات الحذر، الحذر حياب بن محمد بن حمد أو حارب بن محمد بن حمد الكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع شوف الوصول على رابع المراكز. مشاهدين العزاء يتقدم في هذه اللحظة شاهين، شاهين حمد بن سالم بن حمد بن عبيد العامري. أما المركز الخامس دخول على خامس المراكز، شوف التواصل من هذه الأسماء والشعارات. المركز الخامس يأتي في هذه اللحظات ويتقدم مرسال غانم بن حميد بن عبيد بن بخيت العميمي على المركز الخامس، النعيمي على المركز الخامس. أما المركز السادس يتواجد في سادس المراكز مشكور، مشكور ناصر بن غدير بن حميد الراشدي على المركز السادس والسابع المراكز. في المركز السابع يتواجد في مشاهدينا متابعينا الكرام ظبيان، ظبيان وسام بن عبد الله بن سنان المهري هناك على المركز السابع. أما المركز الثامن فتدخل في هذه اللحظات وتواجد هنا الناوي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الكتبي. والمركز التاسع في هذه اللحظات يتواجد، يا سلام يا سلام، محمد بن راشد بن قحيد المهيري. والمركز العاشر في هذه اللحظات يأتينا هناك حشيم سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. الثمانمية متر الأخيرة، الثمانمية متر الأخيرة، قرب قرب الناموس، قربت السيارة والسيطرة تحت أقدام شاهين، شاهين. مشاهدين العزاء حمد بن سالم بن حمد بن عبيد العامري يقود المشاركين ويتقدم الجعدان. مرسال يأتي في المركز الثاني، غانم بن حميد بن عبيد النعيمي على ثاني المراكز. أما المركز الثالث يتواجد في ثالث المراكز هنا الناوي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاكتبي على المركز الثالث. يا سلام، الموقف حساس للغاية، للغاية، والأربعمية متر الأخيرة ومسيطر شاهين حمد بن سالم بن حمد بن عبيد العامري. عمار يا العامري، عمار، عمار يا العامري. شاهين، شاهين يرقص، يرقص، ينفرد بالمركز الأول. وين السلامات يا شباب؟ وين السلامات الغربية، الغربية، الغربية؟ يا سلام، يا سلام، هذا هو مدينة زايد هناك في الغربية. وهذا شاهين حمد بن سالم بن حمد بن عبيد العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانفراد بالمركز الأول. المركز الثاني مرسال غانم بن حميد بن عبيد بن بخيت النعيمي. المركز الثالث، المركز الثالث 32 الشارد العتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي الحميري. والمركز الرابع، المركز الرابع عموما عموما على كل حال كان الدخول سريع. تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. شاهين قدم اداء جميل، حمل السلامات، حمل نقطة في مهرجاني فخر الاجيال، وهي فخر واعتزاز. يا سلام، هذا هو شاهين، قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 31 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا، تهانينا لحمد بن سالم بن حمد بن عبيد العامري على هذا الفوز.
المستحق في هذا الشوط، بينما وصل في المركز الثاني بنشوفنا يتواجد في ثاني المراكز. مشاهدينا الاعزاء كذلك قدم اداء جميل اللي هو مرسال، قطع المسافه في 4 دقائق و33 ثانيه، 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك مرسال غانم بن حميد بن عبيد بن بخيت النعيمي، بينما المركز الثالث وصل في المركز الثالث. بنشوف هناك الشارد قطع المسافة، الشارد في 4 دقائق 36 ثانية، 4 اجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الشارد عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة هناك في هذا الشوط. وصل في المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء لاكمال النتيجه وبران لعلي بن حمد بن علي بن مقارح المري، والمركز الخامس وصل الناوي لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الاكتبي. هكذا مشاهدينا الاعزاء تهانينا والناموس لجميع الفائزين.